الحمد لله رب العالمين. ما بقي من الكلام على أسئلة رمضان والصيام، الكلام على الجماع في رمضان في أثناء الصيام. الجماع في رمضان مباح في الليل، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن يباح لك أيها الصائم أيها الصائمة الجماع في ليل رمضان، لكن يمتنع عليك وعليك الجماع في أثناء النهار من الفجر، هو ما عبر عنه السياق العزيز بالخيط الأبيض والخيط الأسود، يعني يقصد الفجر، إلى الليل يعني إلى غروب الشمس. فإذا جامع أحدهم في نهار رمضان، هو أحد رجلين أو أحد شخصين، إما ناس وإما ذاكر، فإن كان ناسيا فلا عليه، فإنما أكل وشرب وجامع ناسيا فليتم صومه. أما إن كان عامدا وأفطر بالجماع فقد وقع في كبيرة من الكبائر، وعليه أن يقضي هذا اليوم وأن يكفر الكفارة العظمى على رأي جميع العلماء بمذاهبهم الأربعة. ما هي الكفارة العظمى؟ عتق رقبة، وهذا ليس موجودا الآن، صيام 60 يوما متتابعة، فإن لم يستطع بأن كان كبير السن أو مريضا فليطعم 60 مسكينا، فإن لم يكن معه ما يطعم فقد اختلف العلماء، بعضهم قال سقطت الكفارة عنه، بعضهم قال يبقى الأمر معلقا به إلى أن يغتني، فإن اغتنى ولو في أي يوم من أيام عمره وجب عليه أن يطعم 60 مسكينا. وماذا عن المرأة التي جامعت؟ قالوا إن الكفارة على الرجل لا على المرأة. لماذا؟ قال الشافعية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الرجل الذي وقع على امرأته يعني جامعها في نهار رمضان، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر، ولم يأمره أن يأمر امرأته بأن تكفر. والعلماء يقولون إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، معنى ذلك أنه لو كان هناك كفارة على المرأة لقال له، ولما لم يقل له علمنا من ذلك أن الكفارة على الرجل لا على المرأة. فماذا عن الإفطار متعمدا بغير الجماع؟ إذا أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعم الله وسقاه فليتم صومه، لكن ماذا لو أكل أو شرب عامدا والعياذ بالله؟ فهي أيضا كبيرة من الكبائر، وعليه أن يمتنع عن الأكل والشرب وأي شيء من المفطرات بقية اليوم عقابا له، وعليه أن يقضي ذلك بعد رمضان، ثم عليه الكفارة العظمى أيضا عند الحنفية خلافا للجمهور. الجمهور يقولون يقضي يوما واحدا فقط، والحنفية يقولون يقضي ويكفر الكفارة العظمى وهي صيام 60 يوما متتابعة، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. ولذلك نحذر كل الحذر من التهاون في هذه الأشياء التي يستسهلها بعض الناس، بل وللأسف بعضهم يتفاخر ويباهي بها، فنرجو الله تعالى أن يعيننا وإياكم على هذه الفريضة، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيد علينا وعلى بلادنا وبلاد المسلمين هذه الأيام بالبركة والقبول والنصر والحرية والعزة والكرامة، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.